شهدت محافظات الجمهورية تنظيم فعاليات وأنشطة مختلفة احتفالا بذكرى 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة، حيث تم تنظيم ماراثون رياضية شارك خلالها عدد من المواطنين، كما تخللت الاحتفالات أنشطة رياضية وفنية، فضلا عن وضع أكاليل زهور على النصب التذكاري للشهداء عرفانا بما قدموه من تضحيات لحفظ واسترداد تراب الوطن. في إطار الاحتفالات بالذكرى 46 لنصر أكتوبر المجيد، نظمت مختلف محافظات الجمهورية العديد من الأنشطة والفعاليات إحياء لهذه الملحمة البطولية. الفعاليات تضمنت مهرجانات رياضية إلى جانب فقرات رياضية وفنية وفقرات لذوي الهمم، بالإضافة إلى معارض للمشغولات اليدوية. وجاء احتفالنا النهاردة من خلال اشتراك مديرية الشباب والرياضة ومديرية التربية والتعليم ومديرية الأزهر الشريف وكل الجهات في مطروح. اشترك النهاردة في هذه الذكرى الجميلة من خلال احتفال ويوم رياضي جميل، ومن ضمن احتفالنا برضو أصحاب ذوي الهمم وشفنا عروض بتاعتهم جميلة جدا وبعض العروض الرياضية والفروسية. جميل في الاحتفالية إن الشباب اللي هو صغير هم اللي بيحتفلوا وبيقدموا كل الشكر والتحية لقواتنا المسلحة العظيمة، والتاريخ بيعيد نفسه النهاردة. هذه الشباب أهو كان درسوا حرب أكتوبر أخبارها إيه، والنهاردة إحنا بيعبروا قناة السويس على كوبري النصر، احد انجازات الدوله المصريه، احد انجازات معركه التنميه. ان شاء الله الاحتفاليه هتبقى مستمره النهارده، بالاضافه ان احنا عندنا مراكز شباب مطروح كلها هتبدا عامله مهرجانات واحتفالات النهارده على مدار شهر اكتوبر كله. كل مراكز الشباب موجوده والانديه والمدرسه الرياضيه في التربيه والتعليم ومؤسسات المجتمع المدني، كل اطراف المجتمع البورسعيدي النهارده شغاله معانا عشان نوصل رساله ان جيل بيمثل جيل، ان احنا كلنا ان شاء الله عندنا امل في المستقبل زي ما حققنا النصر 73، ان شاء الله هنحقق النصر فيما هو قادم ان شاء الله. محافظات الجمهوريه شهدت ايضا احتفالات ومراسم لوضع اكاليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء، اعقبها قراءه الفاتحه على ارواح شهداء مصر وفاء لهم وعرفانا بما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات دفاعا عن سلامه الوطن والشعب المصري العظيم. بمناسبه نصر اكتوبر 6 اكتوبر العيد 49 لهذا النصر العظيم، بنبارك لمصر كلها بهذا النصر. النهاردة كل الجهاز التنفيذي والقيادات الأمنية موجودة للاحتفال بهذا اليوم السعيد. وإحنا النهاردة في الماراثون بنعمل زي زيادة لانتماء الوطن، والمفروض إن الشباب اللي طالعة دي هي كمان تعرف القيمة والتمن اللي دفعوه الجنود زمان، فيعتبر هو ده في حب مصر. برضه حاجة كبيرة وحاجة عظيمة يعني، واستردنا فيها أرضنا، وده حدث تاريخي ومحدش عمره ينساه. واحنا النهارده جايين بنحتفل بالاطفال وبنراجع الذكريات دي، هذا الحدث عظيم وكبير ولازم يكون نزرعه في كل طفل موجود معانا. جايين نشارك هنا في اعياد النصر وبندعم بلدنا. الاحتفالات تخللها ايضا عزف للموسيقى العسكريه امام النصب التذكاري للشهداء الذين سطروا اسماءهم باحرف من نور في تاريخ الوطن وسجلاته العسكريه، لتبقى ذكرى الحرب المجيده خالده في اذهان وقلوب المصريين والعرب.